نظمت جامعة طنطا بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة نظمت قافلة تنموية شاملة في قرية قفل بلدمة التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية. شهدت القافلة التي تشمل 16 عيادة متنوعة تقديم الخدمات الطبية ل 1656 حالة بالإضافة إلى صرف الدواء بالمجان. كما شهدت القافلة إجراء اختبارات لمحو الأمية لثمانية مواطنين وتقديم عدد من الخدمات البيطرية. الحالات البسيطة بنقدر نكتب لها علاج ونشخصها اللي جايبة أشعتها. في حالات تانية بنحولها للجامعة محتاجة تحاليل أكتر أو أشعات أكتر. الحمد لله اللي كان في سهولة في التنظيم، ويعني المرضى كانوا متعاونين والجامعة كانت موفرة صيدلية فيها معظم الأدوية اللي احنا كنا محتاجينها. نحاول على قد ما نقدر ان احنا نوفر كشف بالمجان وعلاج بالمجان، وفيها كافة اجراء كافة العمليات، وبنحاول نخلي المواطن يكون مبسوط ونسد احتياجاته. جيت كشفت بعاني من ركبتي بخشونة العلام ده، وكشفت في الكافلة ودوه علاج مجاني وكشف حلو يعني كويس، والحالة حلوة خالص تمام. وفرت عليا مواصلات وانا كنت راقدة ما بقومش والله، وده اللي سليته جه دكتور جابنا حد والحمد لله. الخدمات كويسة جدا، ويا ريت تتكرر على طول كل شهر، حتى الناس اللي ظروفها تعبانة اصلا وعندها تعب يكشفوا.